نقول اول حاجه هنطبق الايه لمين؟ الاثنين مع بعض. ادي السطح اهوت وادي عندك كل الام سمول ده الام كاب. اول حاجه الكل بتصل على الاسم ايه؟ ادي بي اي بي اللي هتطلعهم صح؟ ده مين؟ وزن ام سمول ده الام كابتل في عائله الجاذبيه. الزاويه اللي عندك دي كام؟ 15. الزاويه دي بتاعت حاجه ده ام سمول ده الام كابتل جي صاير 15، وهنا ام كابتل ده ام سمول جي صاير صاير كام؟ 15. وفي قوه ارتفاع مفيش فيها مشكله. انا هنطبق الريتم في اتجاه الحركه، الجسم ده طالع لفوق يبقى سبريشن فورس بيساوي ماس من الاكسلريشن. خلاص؟ تعالى بقى نطبق كده، الجسم ده طالع يبقى بي ناقص ام سمول زائد ام كابتل جي ساين 15، والكتله دي هتبقى عباره عن ام سمول زائد ام مين؟ ام كابتل، يعني ده قانون نيوتن عموما يعني. خلاص؟ لما الكتله عباره عن ام سمول وام كابتل، بمجرد النظر كده يبقى البي بتساوي ايه؟ خد ام سمول زائد ام كابتل عامل مشترك، افتح قوس جي ساين 15 ناقص مين زائد ام صح كده؟ انا عديت الطرف في الاثنين وخدت ام سمول وام كابتل ايه؟ عامل مشترك، بارك جي ساين 15 زائد ايه؟ ده اللي عامل. تعالى بقى للكتله اللي فوق. وزنها ايه؟ ام كابتل زائد ام سمول ولا ام سمول بس؟ ده المستوى العمودي عليه. ده عباره عن ام سمول في جي، الزاويه لسه كام؟ يبقى دي كام؟ يبقى ده عباره عن ام جي في زاويه 15 وهنا ام جي ايه؟ 15. ده عباره عن مين؟ قوة ايه؟ قوة رد الفعل. ماشي؟ بس ركز بقى يا معلم. انت لو بصيت للجسم اللي موجود عندك ده هيبقى عندك نقطتين كلام، نقطة موجودة عند الايه ونقطة موجودة عند الايه. يعني دي موجودة ايه؟ محطوطين كده على مستوى مادي كام؟ 15 ب 60. هو كان عايز قيمة البي لما رد الفعل عند البي يساوي ايه؟ يساوي صفر. تاني الكرة دي هي محطوطة جوه العربية، لمس العربية في نقطتين. في نقطة ايه؟ في نقطة بي. عند النقطة تحت سقوط ايه؟ رد فعل. عند البي هي رد فعل اهو. ده ان بي. ده مش رد فعل، ده مش رد فعل. احنا مش هنحتاجه في حاجة. ماشي بس في نقطة كلام صح؟ طالما معايا وزن. ماشي كده بس احنا مش هنحتاجه في حاجة، مش هنعوضه بيه. تاني مين ده؟ ان بي ده ايه؟ رد فعل ايه؟ نقطة تلامس للكرة مع العربية. النقطة دي هيحصل برضه فيها ايه؟ بس كده؟ لأن الكرة دي لمسة في نقطتين، يبقى النقطتين دول لازم يحصل فيهم نقطة ايه؟ نقطة. طيب احنا عايزين نجيب الزاوية بتاعت رد الفعل. لقيت المستوى ده مايل على المستوى المائل زاوية 15 بكام؟ 60. شايف ده كده؟ المفروض رد الفعل عمود عليه، صح؟ يبقى رد الفعل ده زاويته على المستوى نفس الزاويه. فاكر انا كنت بقول لك ان العمود على المستوى هو نفس الزاويه مع الراس. ده مستوى ايه؟ 30. لو انا عملت عمود كده عمود على المستوى يبقى مايل على الراس بنفس الزاويه. العمود على المستوى بيبقى مايل بنفس الايه؟ نفس الزاويه مع الراس عليه. طب انت عندك اهو المستوى خلاص؟ والعمود عليه اهو. يبقى العمود على المستوى مايل على نفس الزاويه اللي كانت موجوده عندك خلاص. وده هيبقى نفس النظام بس ده هيبقى بكام؟ صفر. هو اللي في المساله رد فعل بكام؟ هيبقى لي مين بس في المساله؟ ان ايه؟ هتحلل يبقى هنا عباره عن ايه؟ ان ايه؟ ساين 60 وهنا ان ايه؟ وزي الكره دي لما تتحرك تتحرك في اتجاه الراس ولا في اتجاه المايل زاويه 15؟ في اتجاه الراس ده القوه فيه بكام؟ يبقى سوميشن القوة في اتجاه الواي بتساوي صفر. ده معناه ان ان ايه كوزاين 60 بتساوي ان ايه كوزاين 60 بتساوي ام جي كوزاين 15. يعني ان ايه بتساوي ايه؟ ام جي كوزاين 15 على كوزاين 60. خلاص؟ طب الاتجاه اللي فيه حركه سوميشن الفورس بتساوي الماس في الاكسلريشن. مين اللي هيحركني ده؟ ان ايه ساين 60 ناقص مين؟ ام جي ساين 15 بتساوي ام جي خلاص؟ ان ايش اللي هعوض بقى هنا؟ يبقى عباره عن ام جي كوزاين 15 على كوزاين كام؟ ساين 60.
شلنا ال ان ام جي بتساوي 15 بلس 65 ناقص ام جي ساين 15 بتساوي الام في الايه؟ طاير الام مع الام مع الام. ساين 60 على كوساين 60 يبقى جي بتساوي تان كوساين 15 تان 60 ناقص ساين كام؟ 15 بتساوي 100 طبعا. هل العجله دي هي نفس العجله دي؟ ايوه هي نفس العجله دي ممكن تتعمل وخرج نفس العجله. يبقى هنا دلوقتي لو عرضت عن الجي بتساوي 8 واحد مش عارف اجيب قيمه العجله يطلع معاك العجله بتساوي جذر 2 في عجله 2. خد العجله دي عوض بقى يبقى دي بتساوي ايه؟ افتح كوس ام سكوت ده بكام اللي هو كام؟ 10 زائد 50 افتح كوس جي 49 8 1 ساين 15 زائد بدل 2 49 8 1 خلاص طلع كوس جي ماشي. يبقى انت هنا ايه؟ بتحسب الجيومتري كام مره؟ مرتين مره على الكوس ليه؟